هو في تقديري المهم ليس القاسم الانتخابي، هو النقاش حول القاسم الانتخابي هو اللي في تقديري مهم. يعني هناك ربما انتباه للأحزاب في العودة إلى البحث في خبايا الدستور، هل هذا القاسم دستوري أم لا؟ فهو نوع من أن القاسم دستوري النقاش حوله ليس القاسم جعل النخبة السياسية تلتفت إلى أن هناك دستور 2011. وفي تقديري الفاعل السياسي اليوم لم يشتغل بالدستور منذ 2011، بقي نفس الفكر ونفس العقلية ونفس التعامل، بل نفس الخطاب اللي عنده أصول ديال ما قبل دستور 2011. وهذا واحد النقص كبير في المجال السياسي في بلادنا، اللي كنظن على أنه جاء الوقت باش يوقع واحد النوع ديال التدارك ديالو، والناس تنتبه بأن المغرب انتقل في 2011، انتقل دستوريا ولكن لم ينتقل سياسيا، لأن الفاعل السياسي اللي مفروض فيه أنه يشغل الدستور في العمل ديالو بما فيهم الأحزاب اشتغلوا بنفس العقلية وبنفس الخطاب، إذ لم يشعر المواطن المغربي بأن هناك تغيير ما بين قبل 2011 ومن بعد 2011، بينما الدساتير عندما تنشأ فهي تحدث نموذج جديد دستوري كما ننتظر نموذج جديد تنموي. لقد تم بالفعل نموذج جديد دستوري في البلد ولكن مع الأسف وضع جانبا. متى القاسم الانتخابي يكون ضد الدستور؟ القضية ليست بسيطة، القضية القانون القاسم الانتخابي هو ينص عليه بقانون، والقانون يصوت عليه البرلمان، والبرلمان في أغلبية، وهذه الأغلبية هي التي نصبت الحكومة. إذا ما يكون الخلاف بين الأغلبية يعني هناك مشكل في الحكومة. فإذا غدا لنفرض أنه قدم المشروع وأن الأغلبية لم تصوت عليه، ماذا سيكون رد فعل رئيس الحكومة؟ هذا هو السؤال اللي ربما خصو جواب عليه. أنا كنظن الآليات الدستورية والقانونية متوفرة في المغرب، ربما لا توجد في بلد عربي آخر. نحن نفتقر إلى كيفية إعمالها واستيعابها وإعمالها. السؤال اليوم على الأحزاب السياسية وليس على المؤسسات. ولهذا أظن أنا أنه كنظن تقديري ربما نكون خطأ أنه هذا النقاش يجب أن ينبه إلى أنه يجب على أحزابنا جميعاً أن تنتبه إلى أنه في 2011 كان هناك دستور وهو لم يطبق لحد الساعة من طرفها، طبق من طرف مؤسسات أخرى في الدستور ولكن لم يطبق من طرف الأحزاب السياسية. وكنظن نحن الآن في رهان، لأنه المعارضة سكتت لم ترد لحد الساعة، تنتظر الأغلبية والأغلبية مختلفة، فسنرى كيف ستتطور الأمور. الحديث والنقاش اللي كاين اليوم هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلاقتها. يعني الناس عندما يتكلمون عن ربط المسؤولية المحاسبة ينظرون إلى ذلك الموظف ولذلك المسؤول، لكن الأحزاب كذلك مسؤولة، لأنه الدستور عندما أتى حقيقة الدساتير الكل تكلم عن الأحزاب، لكن الدستور 2011 أعطاها مهام كبرى لم تشتغل عليها. لهذا الأحزاب التي اشتغلت من بعد 2011 اشتغلت بنفس العقلية والمنطق قبلها، أي كل شخص له قبيلة له حي له منطقة له أتباع يحتفظ بهم لكل حملة انتخابية، ويمكنك أن تضع من لوائح ما تريد، ولكن هو يضع حساب ويركز على فئة معينة تصوت عليه، وتلك الفئة هي التي يعتمد عليها في تقسيم المقاعد باعتبارها المصوتة. هذا القاسم قال له لا، ربما تكون لك فئة تجمع بها أصوات لكن لن تفيدك عندما نريد أن نوزع المغرب، لأننا سنوزع على جميع المغارب على اعتبار أن كل مغربي له الحق في التصويت، وهو حقه يصوت أو لا يصوت، وعدم صوته يقرأ سياسيا بأنه لا يريد ولا يتفق مع وقائع، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار. كيف يمكن القول أن المغرب يدير واحد القطيعة مع الطائفية في الانتخابات؟ هي بهذا القانون.
هذا القانون سيساعد، ليس سيحل المشكل، لكن سيساعد بشكل كبير على ماشي الطائفية أولا، ماشي الطائفية، المغرب ما فيش طائفية، فيه طائفة طائفية يعني مجموعة من الناس، احنا ما عندناش طائفية لأن أساسها ديني وعرقي وأشياء أخرى، احنا ما عندناش في المغربات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.